اجيبه من اوله كده. برضو بوابة الهرم ندخلها بوابة كده برضو. هو انا مش داخله هنا؟ لا هنا ممنوع هنا. لا مش هخش. طب ما في ناس هنا. هنا كده بتاخده من هنا كده الحصانه والجمل في الصحن. طب ايه؟ ها؟ مش هنركب. احنا جايين نصور. الناس اللي هم بتوع الجمال ده عايزين يركبوا الناس بالعافية بخمسين جنيه الجمل. احنا قطعنا تذكرة ليا انا وحدي بخمسين، وكان معانا والدتي عندها 65 سنة ما دفعتش، والعيال الاتنين دفعوا 20 جنيه عشان مدارس. يعني معاكي اطفال مدارس هيدخلوا ببلاش، تدفع 20 جنيه يعني الواحد ب10، بس هي اصلا بخمسين، تذكرة بخمسين. احنا ماشيين بقى هنا اهي، بصوا كده انا جايبه لكم كل الفسحه من اولها لاخرها عشان الناس اللي ما خرجتش وراحت الهرم تتفرج بقى براحتها. روح يا محمود جوه، روح روح وانا جاي، انا بمشي براحتي عشان الاماكن عاليه هنا قوي. في سراديب هنا بصوا، الاماكن بس هنا عالية قوي يا جماعة. يعني يجي يجيب لابس كوتش، كوتش بحط مرتي عشان لو حد لابس كعب عالي زي حالتي كده مش عارف يمشي. شايفين يا جماعة؟ شايفين العظمة؟ شايفين ده الهرم اهو، خوفو وخفرع وكرع الصغير. شوفوا يا جماعة بنوا الحاجات دي في قد ايه وفي كام سنة. شوفوا كل هرم عملوه من كل حجر. شوفوا يا جماعه قعدوا يبنوا فيه قد ايه، حجر على حجر على حجر. ومثلا يعني طالعين بالحجاره وماشيين على نفس الارضيه اللي انا ماشي فيها دي، شايفين دي الارضيه. الناس بقى بتوع الحناطير دول عمالين من ساعة ما شافونا تعالوا اركبوا تعالوا اركبوا، ده ممنوع تمشوا هنا، ده ممنوع تمشوا هنا، مفيش أي حاجة ممنوعة. دخلنا قلت له مش هنركب، عايز 100 جنيه على العيل الصغير للجمل. ممكن يقع، مش على الفلوس، ممكن تركب عيل يقع كده أحسن. هقرب لكم برضه من هنا شوية. فيها سياح كتير يا جماعة، الأرضية صعب صعب صعب. شايفين الأرضية عبارة عن ايه؟ بصوا الجناب، الجنب بتاع الحتة اللي مفيهاش أرض برضو مبنية زي سراديب ومقفولة على أبان حديد اهي. دي صراحة أنا مش عارفة دي اسمها ايه.
هقفل الفيديو يا جماعه، اما اروح عند الهرم وهفتحه تاني. معنى كده قربت للهرم خالص، انا قاعده قدامه اهو. بصوا تخيلوا معايا بقى كده يا جماعه، ده اتبنى في كام سنه. انا فيصت قعدت ما قدرتش. بصوا يا جماعه المكان صحراوي قوي، وعايز بقى تركب الجمل كل شويه نزلك في حته وتدفع، تدفع 50%، 50%. ما رضيناش نركب، احنا مشينا، هما العيال جايين يقعدوا بصوا يتصوروا عند الاهرامات كده. مش مهم الفلوس، بس اصلا احنا بنخاف من الجمل ده، ما اقدرش اركبه ولا انا العيال. بصوا يا جماعه انا كده قريبه خالص من الاهرامات. بصوا بصوا الجمال فعلا، والله العظيم يا جماعه الحضاره المصريه لو لفيتوا في البلاد كلها، بلاد العالم، عمركم ما هتلاقوا حاجه زي كده يا جماعه. بصوا الارض، بصوا يا جماعه دي الارض برضو كانوا بيمشوا عليها. شايفين الارض عامله ازاي؟ احجار، يعني ان هم يمشوا ويشيلوا الحجاره ويطلعوا بيها يا جماعه ويبنوا كده. شوف كم حجاره في حجاره في حجاره،